قصف الطيران الحربي على بلدة قبطان الجبل وتهدم حارة بكاملها وسقوط عشرات الجرحى وعشرات الشهداء. الله أكبر. عملية البحث عن المفقودين تحت الركام ما زالت مستمرة. الله أكبر. الله أكبر. تهدم حارة بكاملها. الله أكبر. الله أكبر. كان هنا شبه سكن. الله أكبر. لم يبقى من السكن إلا الركام والحجارة. الله أكبر. الله أكبر. 16/12/2012. الله أكبر. الله أكبر. الله عليك يا بشار. تدمر حارة بكاملها. حارة بأكملها أصبحت هي قومة حجارة. الله أكبر. الله أكبر. هذه هي أسقف المنازل أصبحت على الأرض. الله أكبر. أسقف المنازل كلها أصبحت على الأرض. الله أكبر. حارة بأكملها أصبحت كومة حجارة. الله أكبر. الله عليك يا بشار. كيف حلب قبطان جبل 16/12/2012. قصف الطيران الحربي استهدف حارة بأكملها.